معاك عند اللحظه دي، بس عايز اقف معاك عند التنظيم، لانه لما الفيفا يبعت لك يقول لك انه امر مدهش هذا التنظيم الرائع الذي لم نره من قبل، 60,000 متفرج، فريق منافس بهذا الاحترام بهذا الانضباط، وتنظيم حدث مش عادي مع فريق كبير فريق عظيم بنحترمه ونقدره. لكنه احكي لي طبعا، بحيي الدكتور سعد الشلبي اداره النادي الاهلي بالكامل، دكتور سعد الشلبي مدير النادي، حاجه عظمه، عمل عظمه دائما وابدا، وكل اللي معاه يعني الحقيقه. احكي لي شويه عن البطوله نفسها، عن تنظيمها، عن خروج اليوم بهذه الروعه. على مدار ايام قبلها وفتره من ايام ما كنا في الامارات في السوبر، وكان في على طول كان في لجنه فيها يديرها المهندس خالد مرتجي للاعداد للماتش. حتى كان في اجتماعات بتحصل واحنا هناك في الامارات. الاداره التنفيذيه زي ما حضرتك تفضلت، دكتور سعد شلبي وكل رجاله يعني. رحت بدري شويه يعني، فاتفرجت برضو على المنظر التنفيذي اللي كان بيحصل بمنتهى الهدوء. لا انا كنت هناك حوالي الساعه 5 تقريبا. يا نهار ابيض، قبل الماتش بثلاث ساعات؟ انت رايح قلق ولا تطمن على الاجراءات ولا تشوف الجمهور ولا رايح ايه يعني؟ لا بحب الماتشات اللي مليك جمهور كده يعني، المنظر كان بديع قوي. وفي نفس الوقت احنا كمجلس اداره الحمد لله برضو نفس الانضباط والالتزام عندنا يعني، كلنا طبعاً. حتى زمايلي ما حدش بيتاخر يعني، بعدها بفترات قليله بيكونوا موجودين. والكارنيه معانا بنخش بيه يعني، نطلع الكارنيه. طبعا طلع الكارنيه ده كلام جد. الكارنيه اللي معمول لكل واحد فيه داخل بالكارنيه فالحمد لله الانضباط كله يعني تمام. فمنظر طبعا كان رائع جدا، والاداره التنفيذيه بذلت مجهود هايل، وكان الحمد لله مع العدد الكبير ده قوي كان حاجه مشرفه. والاخوه الاماراتيين كانوا منورين الدنيا قوي قوي، وكانوا معانا سواء في المقصوره او المقصوره الامام يعني، كانوا كلهم متواجدين وكانوا فرحانين جدا بالجمهور وبالمنظر الرائع، وبعد الماتش باركونا بطريقه جميله. فالحمد لله يعني استمرارا للعلاقات الجيده مع اشقائنا.